هذا وقد أصبحت الفورمولا 1 علامة بارزة على ما تتمتع به مملكة البحرين من سمعة دولية ومكانة بارزة على خريطة تنظيم الفعاليات والأنشطة الرياضية الكبرى. في هذا الإطار تمثل البحرين موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط. يعد سباق الفورمولا 1 علامة رئيسية في مجال رياضة السيارات على المستوى الدولي، وأصبحت البحرين من خلال استضافته سنويا موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط، مؤكدة جدارتها بتنظيم واستضافة هذا الحدث العالمي والذي تتكاتف من أجله كافة الجهود الوطنية ليظل للبحرين بريقها ومكانتها الدولية المتميزة في هذا المجال. وفي هذا الإطار شكلت الإدارة العامة للمرور فريق عمل لتغطية الحدث، تم تزويده بجميع الأجهزة والمعدات إضافة إلى تخصيص مكتب لمباشرة الحوادث المرورية بمنطقة السباق واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان انسياب الحركة المرورية بجميع شوارع البحرين من مطار البحرين الدولي وجسر الملك فهد إلى موقع الحلبة، مع ترتيب دوريات ثابتة ومتحركة وتكثيف التواجد المروري على الشوارع القريبة من الحلبة. تم تسخير جميع جهود الإدارة العامة للمرور لتوفير ضباط ورجال مرور على كافة التقاطعات القريبة بالشوارع المحيطة إلى حلبة البحرين الدولية، وهما شارع خليج البحرين وشارع الزلاق وأيضا شارع الشيخ سلمان وشارع الشيخ خليفة بن سلمان، لضمان انسيابية الحركة المرورية ودخول الجمهور بأسرع وقت ممكن. ومن خلال وجود غرفة العمليات بالإدارة العامة للمرور تقوم بمراقبة الازدحامات المرورية إذا حدثت، وبالمقابل إذا وجود أي حادث مروري لا سمح الله في هذه الشوارع القريبة من حلبة البحرين الدولية، مع وجود غرفة عمليات أخرى تضم جميع الأجهزة الأمنية بمواقف حلبة البحرين الدولية. في سياق متصل تمت دراسة خطط التأمين والتدريب عليها جيدا، واتخاذ الاستعدادات والخدمات الأمنية وخطط الطوارئ والتعاون والتنسيق التام للتعامل مع أي طارئ بالتنسيق مع إدارة الحلبة، حيث تتم إقامة غرفة عمليات مصغرة داخل الحلبة تضم الإدارات المعنية بتنظيم السباق. سوف تقوم غرفة العمليات الرئيسية بالتعاون مع الإدارات المختصة لإعداد الخطط الأمنية المسبقة وفق أعلى المعايير لإنجاح مثل هذه الفعالية، كما سوف يتم تكثيف الجهود الأمنية وذلك لنشر طمأنين بين السواح والمواطنين مرتادين حلبة البحرين الدولية. ولا يخفى عليكم دور غرفة العمليات الرئيسية في تلقي البلاغات على خط الساخن 999 وذلك لتحقيق مبدأ سرعة الاستجابة. إن شرطة البحرين تملك العديد من الخبرات والتجارب المتوفرة من تأمينها سنويا هذا الحدث الرياضي العالمي، وهو ما يؤهل سباق الفورمولا 1 لهذا العام للخروج بالشكل الذي يليق بمكانة وحضارة مملكة البحرين.